السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا في فيديو جديد. معكم أحمد أسامة من أكاديمية بي برو تريدر، وإن شاء الله النهاردة هنحلل مع بعض السوق السعودي للأسبوع القادم من يوم 17 حتى 21 مايو 2020، وأهم الفرص الموجودة معانا على أسهم السوق السعودي. في البداية حابب أفكر حضراتكم لو حد عنده استفسار بخصوص سهم معين يقدر يسيبه في الكومنتات، وهيتم الرد على حضراتكم في الفيديو القادم ان شاء الله، او الرد كتابيا على الكومنت اللي هتسيبوه على التحليلات، بالاضافه للخدمات او لو حابين تواصلوا معانا هتلاقوا اللينك موجود تحت الفيديو. هنبدا تحليلاتنا كالعاده بالمؤشر العام للسوق السعودي اللي بدا تداولات الاسبوع الماضي بهبوط قوي بعد تصريحات وزير الماليه السعودي وبعد القرارات بشان الغاء بدل غلاء المعيشه، وايضا رفع القيمه المضافه او ضريبه القيمه المضافه الى 15% بدلا من 5%، في ارتفاع كبير جدا. وبالتالي شفنا تاثير كبير على الاسواق مع تداولات يوم الاحد الماضي وهبوط كبير للمؤشر العام ومعظم الاسهم. باقي الاسبوع كان نوعا ما متذبذب، شفنا الاسواق امتصت اللي حصل يوم الاحد بشكل كبير جدا، ابتدينا نشوف بعض الارتفاعات البسيطه سواء على المؤشر العام او على الاسهم، لكن حتى الان ما زال طابع التذبذب هو الذي يغلب على السوق السعودي خلال تداولات الاسبوع الماضي. طيب بالنسبه للمؤشر العام حاليا زي ما شايفين بيتداول عند مستويات ال 6717، احنا عندنا مستويات طلب ممتده من مستويات ال 6430 تقريبا حتى مستويات ال 6570. شفنا من مستويات الطلب دي مع تداولات يوم الاحد تكوين شمع بين بار انعكاسيه مما يدعم صعود المؤشر العام خلال الفتره القادمه. من الاشياء اللي برضو بتدعم صعود المؤشر وارتفاع احجام التداول مع كل شمعه بيحصل فيها صعود وانخفاض احجام التداول مع الهبوط، وبالتالي دي بتكون اشاره على قوه الصعود وضعف عمليات الهبوط. حاليا ابتدينا نرتد فعلا من مناطق الطلب اللي نوهنا عليها بعد تكوين اشاره برايس اكشن انعكاسيه، اذا احنا عندنا منطقه طلب جيده، عندنا اشاره برايس اكشن انعكاسيه جيده، عندنا تكوين قمم اعلى من القمم السابقه للسوق السعودي عند مستويات ال 5970، طبعا نتيجه للتذبذب الاخير نوعا ما ابتدينا نكون نموذج مستطيل على السوق السعودي ممتد من مستويات ال 6430 حتى مستويات ال 7000 هو المستوى النفسي المهم جدا اللي فشل السوق السعودي في الاغلاق عليه. اذا المتوقع خلال الفتره القادمه استهداف المقاومه القادمه عند مستويات ال 7000 نتيجه للارتداد من مناطق الطلب زي ما نوهنا واللي اتكلمنا عليه بالنسبه للمؤشر العام. فتوقع المؤشر العام اعتقد ان هنشهد اتجاه صاعد خلال الايام القادمه. كمان من ضمن الاسهم اللي معانا سهم زجاج، واللي يعتبر عليه فرصه جيده جدا من وجهه نظري في الوقت الحالي. حاليا بنتداول عند مستويات ال 13.8. طيب احنا بنتداول فين او ايه اللي يخليها فرصه جيده؟ اولا احنا عندنا منطقه طلب ممتده او اتكونت عند مستويات بدايه من مستويات ال 12.8 حتى مستويات ال 13.2 تقريبا. في نفس الوقت عندنا السوق كون لنا قاعين عند المستوى ده وفي طريقه لتكوين نموذج قمتين قاعين وقمه خلال الفتره الجايه. اعتقد ان احنا هنستهدف خط العنق عند مستويات ال 15.6. ابتدى يحصل تسارع في الاتجاه خلال الجلسات او خلال اخر ثلاث جلسات في الاسبوع الماضي، وابتدينا نشهد بعض الاتجاه الصاعد على السهم، فبالتالي فرصه جيده للدخول في وتكوين مراكز شرائيه من المستويات الحاليه. بوقف خساره هيكون مستويات ال 12.9، اهدافنا ان شاء الله هتكون عند مستويات ال 15.6 خلال الايام القادمه. كمان من ضمن الاسهم اللي موجوده معانا هو سهم البحري، نفس الفكره ارتداد من منطقه طلب السوق السعودي بعد ما كان كون لنا مناطق طلب ممتازه على بعض الاسهم، الارتداد اللي حصل ده سمح لنا بالدخول من مناطق الطلب دي مره اخرى. نفس الفكرة اللي بيرجح فكرة صعود سهم البحري خلال الأيام القادمة هو فكرة البرايس أكشن أو السلوك السعري الانعكاسي اللي حصل من مستويات الشرائية المتمركزة حول مستويات ال 32، صعدنا لمستويات ال 33.8. أفضل مناطق الدخول هتكون بعد اختراق مستوى ال 35 لاستهداف مستوى ال 37.2 إن شاء الله، عشان نقدر ندخل بوقف خسارة نوعا ما يكون قليل. هيكون وقف الخسارة لينا أسفل مستويات ال 35، استهدافاتنا هتكون مستويات ال 37.2 وهي المقاومة القادمة اللي بتقابل سهم البحري. طيب بما انه متوقع الصعود من المستويات الحالية، ليه ما ندخلش من المستويات الحالية؟ لسبب واحد فقط، ان وقف الخسارة عندنا هيكون مستويات ال 31.3 تقريبا، ويعتبر كبير جدا من المستويات الحالية، فبالتالي هننتظر منطقة أفضل للدخول واللي هي تكون بعد اختراق القمة الموجودة عند مستويات ال 35 أو المقاومة الموجودة عند مستويات ال 35 عشان نقدر نستغل الفرصة نوعا ما بوقف خسارة يكون قليل شوية. طيب كمان من ضمن الاسهم اللي موجوده معانا كمان هو سهم شاكر، واللي حاليا
بيتداول عند مستويات 7.9، عندنا فرصه جيده جدا للدخول من المستويات الحاليه. برايس اكشن ممتاز من منطقه الطلب، شمعه ابتلاعيه صاعده، كان المناطق دي كانت مناطق اكيوميليشن قديمه، دفعت السهم للصعود لمستوى 13.5 تقريبا، ما يساوي 100% من قيمه السهم. رجعنا للقاعان الموجوده للسهم على الفاصل الزمني اليومي، بيحصل برايس اكشن جيد، بيحصل ارتفاع في احجام التداول، فرصه جيده للدخول من المستويات الحاليه. استهدافاتنا ان شاء الله هتكون مستوى 9.1، ووقف الخساره هيكون اسفل قاع الشمعه الصاعده او اللي ظهر عندها برايس اكشن من منطقه الطلب بعد عمل فيك بريك اوت لمناطق الطلب. نلاحظ مع الشمعه دي حصل ارتفاع كبير جدا في احجام التداول، مما يدل على دخول صانع سوق قوي من المستويات الحاليه، وبالتالي استمرار صعود السهم خلال الفتره القادمه ان شاء الله. فبالتالي وقف الخساره هيكون مستويات 7.2، نقطه الدخول مستويات 7.9، اهدافنا هتكون عند مستويات 9.1 خلال الايام القادمه ان شاء الله. كمان من ضمن الاسهم اللي موجوده معانا واللي اتكلمنا عليه من قبل هو سهم وقت اللياقه، اللي حاليا عمل فيك بريك اوت لمستويات الطلب الممتده بين 49.1 حتى مستويات 50 تقريبا، عمل ريتست للقاع الممتد الموجود عند مستويات 46.5، رجع تاني يتداول عند مستويات 51 زي ما شفنا بعد عمل بعد حدوث جاب سفلي يوم الاحد الماضي. ابتدينا نشوف ارتفاعات ممتازه على السهم، اعتقد فرصه ممتازه للدخول من المستويات الحاليه. استهدافاتنا مستويات 57.7 ثم مستويات 62.8، وقف الخساره هيكون اسفل قاع القاع المتمركز عند مستويات 46.3. السهم فشل في ان هو يكون لنا قاع جديد، وبالتالي ده يعتبر شيء ايجابي، ممكن يحصل امتصاص للموجه الهابطه القويه اللي حصلت خلال الايام الماضيه. ابتدينا نشوف نوعا ما توقف للاتجاه الهابط للسهم، كنا بنشوف ليه اتجاه هابط عنيف جدا، اول مره نشوف موجه صاعده تصحيحيه كبيره، بعد كده هبوط مره اخرى لاعاده اختبار القاع اللي اتكون عند مستويات 46.3 ثم الصعود مره اخرى، مما يدل على صمود الدعم او القاع اللي اتكون ده، وخاصه بعد اعاده التداولات اعلى مستوى 49.1، فيعتبر ده شيء ايجابي للسهم، وان شاء الله نشهد ليه فرص جيده خلال الايام القادمه. سابك بنتسال عليه كتير جدا خلال الفترات الاخيره، وبتكلمنا عليه اكتر من مره. سابك وصل لمستويات 76 بعد ما ارتد من مستويات، او بعد ما كون لنا مستويات طلب بين مستويات بالتحديد مستويات 70 حتى مستويات 72. طيب ايه السيناريو المتوقع لسهم سابك خلال الفتره اللي جايه؟ عامة احنا عندنا المقاومة الرئيسية لسهم سابك تعتبر مستويات ال 84.7، طيب ليه مستويات ال 84.7 مش مثلا مستويات ال 79.8 اللي هي هبط منها السهم خلال الفترة الأخيرة؟ لأن المقاومة الرئيسية شرط إن يحصل من عندها هبوط كبير يقدر يكون لي قاع جديد، وده اللي حصل من مستويات ال 84.7، شفنا هبوط عنيف جدا كون قاع عند مستوى ال 61، لكن الهبوط من مستويات ال 80 ما قدرش إن هو يكسر القاع الموجود عند مستويات ال 62، فبالتالي شفنا قاع ثم شفنا قاع اعلى منه بعد ما شفنا تصحيح كبير على السهم بعد اتجاه هابط عنيف، فبالتالي يدل برضو على بدايه التحول لاتجاه صاعد. كل اللي منتظرينه ان احنا يبتدي يتكون لنا قمه جديده عشان نبقى كوننا قمتين وقاعين اعلى من بعض، فبالتالي الكلام ده هيتحقق بعد اختراق مستوى بالتحديد مستوى 79.8، وقتها نقدر نكون مراكز شرائيه على سهم سابق من جديد، نستهدف منها مستوى 84.7 ثم القمه الموجوده عند مستويات 93.40. طيب لو فشل السهم في اختراق المستوى ده واعاد التصحيح مره اخرى، هتكون نقاط دخولنا بين مستويات ال 69.9 حتى مستويات ال 72، دي هتكون مستويات طلب ممتازه بالنسبه لسهم سابق، نقدر منها نكون مراكز شرائيه جديده، هتكون فرص استثماريه ممتازه للسهم، نستهدف منها برضه مستويات ال 80 ثم مستويات ال 84 ان شاء الله. فعندنا سيناريوهين لسهم سابق، يا اما اختراق مستويات ال 80 ثم بدايه تكوين مراكز شرائيه لاستهداف مستوى ال 84 ثم ال 90، او العوده مره اخرى لمناطق الطلب بين 69 حتى مستويات 72 ثم بداية تكوين مراكز شرائية أيضا لاستهداف مستويات 84 إن شاء الله. كمان من ضمن الأسهم اللي موجودة معانا خلال تداول خلال جلسة اليوم أو خلال تحليل اليوم هو سهم ينساب. ينساب في الفترة الأخيرة وصل لمستويات 48 عفوا، شفنا ارتداد عنيف جدا او ارتداد صاعد عنيف توقعناه، وكانت من الصفقات المميزه بالنسبه للتوصيات اللي بنقدمها للسوق السعودي. لو حابين تشتركوا معايا هتلاقوا لينك التواصل معانا موجود تحت الفيديو تقدروا تشتركوا فيه. حاليا زي ما شايفين السهم قدر ان هو يستقر اعلى مستوى 47.3، مستوى 47.3 كان مستوى مهم جدا بالنسبه لنا. ليه؟ لان نفس فكره سهم سابق، احنا بعد هبوط عنيف كنا منتظرين تكون قمتين وقاعين اعلى من بعض عشان نقدر نقول ان احنا نوعا ما ابتدينا
الاستثماريه تدخل في عمليه مارك اب. صعد السهم من المناطق دي، فشل ان هو يغلق عليها. مع التداولات يوم الخميس الماضي قدر السهم ان هو يغلق اعلى مستويات ال 47.3 واغلاق عند مستوى ال 48. من وجهه نظر المستوى جيد لتكوين مراكز شرائيه من المستويات الحاليه باهداف تمتد المستوى ال 51.7 بوقف خساره اسفل قاع الشمعه اللي قدرت تخترق المقاومه. فبالتالي وقف الخساره تقريبا من المستويات الحاليه هيكون مستويات ال 46.3 بنفس استهدافات ال 49.8 ثم مستوى ال 51.7 ان شاء الله. كمان اسمنت ينبع عليه فرص ممتازه من المستويات الحاليه لتكوين مراكز شرائيه خلال الايام القادمه باذن الله. اسمنت ينبع تعتبر فرصة ممتازة جدا. لو رجعنا الأسمنت ينبع هنلاقي ان احنا في الايام الاخيرة حصل ارتداد ممتاز مرة اخرى لمناطق الطلب الممتدة بين مستويات ال 24.8 حتى مستويات ال 25.2. تعتبر فرصة ممتازة لبداية تكوين مراكز شرائية من المستويات الحالية مع افتتاح السوق نتيجة لوجود منطقة طلب ممتازة. اي نعم لسه ما شفناش برايس اكشن بيدعم الصعود ده، لكن اعتقد ان الفرصه بما ان وقف الخساره يعتبر نوعا ما قليل جدا فتعتبر فرصه جيده للدخول مباشر مع افتتاح الاسواق ان شاء الله لاستهداف مستويات ال 27.8 بوقف خساره اسفل منطقه الطلب، يعني بالتحديد هيكون عند مستويات ال 24.5 ان شاء الله خلال الايام القادمه. سهم بادجت برضو من ضمن تحليلاتنا خلال الاسبوع الحالي. بادجت حاليا زي ما شايفين نفس الفكره، رجع عمل فيك بريك اوت للمستوى ال 24.5 قدر مره اخرى ان هو يعيد التداولات اعلاه وابتدى يستقر اعلاه من المستوى ده من قبل، حصل صعود لمستويات ال 38 تعتبر نسبه كبيره جدا او مناطق الاكيوميليشن الرئيسيه بالنسبه للسهم. فرصه جيده للدخول في مراكز شرائيه من المستويات الحاليه بوقف خساره هيكون اسفل قاع البريك اوت او الكسر الكاذب اللي حصل عند مستويات ال 23.2 تقريبا، واهدافنا تكون عند مستويات ال 31. الدخول هيكون مع افتتاح الاسواق. اغلق يوم الخميس الماضي على شمعه ابتلاعيه صاعده ممتازه وبدايه ارتفاع في احجام التداول، مما يشير الى فرص كبيره جدا للانعكاس من المستويات الحاليه باذن الله. ده بالنسبه لسهم بادجت. كمان من ضمن الاسهم اللي موجوده معانا هو سهم سافولا اللي بيتداول حاليا عند مستويات ال 38.7 من ضمن الاسهم اللي بتتداول في الفتره الاخيره في اتجاه صاعد واضح جدا بعد تكوين مناطق اكيوميليشن ثم بدايه عمليه المارك اب. بيعيد اختبار حاليا القمه الاخيره اللي كانت موجوده عند مستويات ال 36 واللي من قبل كون منها مستويات طلب منذ ثلاث او اربع اسابيع عند المستويات دي مع برايس اكشن ظهر يوم الخميس الماضي، فتعتبر فرصه من الفرص المميزه اللي نقدر نستغلها من المستويات الحاليه، خاصه ان السهم عموما بيتداول في اتجاه صاعد. اهدافنا هتكون القمه اللي اتكونت مره اخرى عند مستويات ال 43 بوقف خساره اسفل المنطقه عند مستويات ال 36 ان شاء الله. دي كانت اهم الفرص الموجوده معانا، حللنا مجموعه كبيره من الاسهم. تقدروا تسيبوا استفساراتكم بالنسبه للاسهم تحت الفيديو ده في الكومنتات تحت الفيديو وهيتم الرد على حضراتكم ان شاء الله. اتمنى لكم كل التوفيق. كان معكم احمد اسامه من اكاديميه بيبرو تريدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.